الراديو 90 90 هواها مصري. وفي مستهل حلقة النهاردة عايز أديكم نبذة سريعة مؤسفة الحقيقة عن الموضوع اللي اتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن التنمر بولينج، ويمكن بعض الناس كانت على مدار الحلقة بتبعت لي، وبعد الحلقة كمان بعتوا لي على فيسبوك إنه الموضوع يعني مصطلح التنمر نفسه في ناس مش فاهماه ومش عارفاه. التنمر وشرحناه الأسبوع اللي فات، هشرحه تاني سريعا المرة دي عشان اللي بيسمعونا وما تابعوش حلقتنا الأسبوع اللي فات، اللي هي بتبدأ من الغلاسة والغتاتة، ده أقل مستوى، وتصل إلى حد التحرش اللفظي والجسدي والبدني في بعض الأحيان، اللي بيقوم بيه سواء فرد أو مجموعة ضد فرد أو مجموعة. زي كده هديكم نموذج، لما بتلاقوا العيال في المدرسة بيغلسوا، يمسكوا واحد كده يقعدوا يغلسوا عليه ويغتتوا عليه ويتريقوا عليه، ويتريقوا على شكله ويتريقوا على جسمه ويتريقوا على حركته ويتريقوا على كلامه ويتريقوا على نسبة ذكائه وما إلى ذلك. قيسوا على ده بقى اللي بيحصل مش بس في مدرسة ولا في حضانة ولا مدارس ثانوي ولا الجامعة، إنما كمان في الشغل، بيحصل في أماكن عمل، وبيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حدث بلا حرج للأسف الشديد، لأنه شال حيطة الخشة اللي كانت موجودة ما بين الناس في العالم الحقيقي انتزعت في العالم الافتراضي، فأصبح التنمر ده آفة موجودة في مجتمعنا. هتقولي طب يعني إيه مدى خطورته لما يغلسوا على بعض، ولا بتوع المدرسة دول يا عم عيال بيهزروا مع بعض وبتاع. مشكلة القصة دي زي ما قلنا لحضراتكم الأسبوع اللي فات، وكان معانا أحد المتخصصين يعني في الطب النفسي، انه قد تصل بالانسان المتنمر ضده الى الانتحار. يمكن البعض لما سمع الكلام ده الاسبوع اللي فات حس ان احنا بنأفور، مش للدرجه دي يعني، مش هتوصل لدرجه انه حب غلسه على حد وممكن ينتحر. في الواقع انه ده بيحصل سواء في مصر او في غير مصر، في بلاد بره كمان. التنمر قد يؤدي الى الانتحار. ولو كنا بنتكلم على ده الحلقة اللي فاتت انه ممكن يحصل وحصل في بعض الاحيان، انما النهاردة للأسف الشديد اننا بنستحضر حالة ونموذج حصل بالفعل. الطالبة بالمعهد الفني الصحي إيمان انتحرت. قيل في البداية انها سقطت من شرفة مبنى سكن المعهد، المعهد الفني الصحي، ثم قيل انها دفعت نفسها دفعا، انتحرت يعني. بسبب ايه؟ بسبب التنمر، بسبب انه ايمان كان بيمارس ضدها التنمر من المشرفات عليها في المعهد. ويمكن في فيديو انتشر لوالدة الطالبة ايمان رحمة الله عليها، وبنتمنى طبعا لأسرتها الصبر والسلوان. الفيديو ده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان فيه الأم بتشرح لماذا أقدمت إيمان على الانتحار، وقالت أنه قد إيه كان بيمارس ضدها وتعرضت للعديد من الضغوط النفسية من قبل مشرفات المعهد اللي بتدرس فيه، أنه قد إيه كانوا بيتريقوا عليها، بيتريقوا على بشرتها الداكنة، وكانوا في بعض الأحيان يعني بيصفوها، بيقولوا لها انك اشبه بالولاد والرجال، وبيتريقوا على شعرها وبيتريقوا على شكلها وما الى ذلك. وحتى في مرة من المرات انه تلقت الام مكالمة من المشرفة في المعهد، وقالت لها انه ايمان وزميلتها وصفتهم يعني باوصاف مش تمام، قالت انهم شلة مش كويسة، ومش كويسة ده لفظ انا حاولت استحضر تعويضا عن اللفظ السيء اللي موجود او اللي اتقال. ايه اللي حصل مع ايمان مع حالة التنمر والضغوط النفسية اللي تعرضت لها من مشرفتها في المعهد؟ قررت ان تفارق الحياة بذاتها للأسف الشديد. خلونا نعرف تفاصيل القصة من والدة ايمان، معانا على الهاتف. برحب بحضرتك معانا يا فندم، والخالص التعازي لحضراتكم، وبنتمنى لكم الصبر والسلوان. الحمد لله، نحمد ربنا على كل شيء. الحمد لله. ارجو ان حضرتك يعني برضو عشان واعذريني لو كنا بنضغط على حضرتك، انما مهم انه الرساله تصل للجميع قد ايه ان الضغوط النفسيه والتنمر ممكن تكون نتيجتها مؤسفه. ايه اللي حصل مع ايمان بالظبط يا فندم؟ ايمان بنتي شاطره جدا وممتازه وجدعه، وبنت راجل جدا،
وما فيش حاجه غلط خالص وحلوه، بس المشرفين ما اعرفش ليه كانوا على طول يقولوا لها احنا بطبيعتنا احنا سمر، على طول يقولوا لها انت سودا انت رفيعه ليه، انت ورغم ان ايمان شعرها جميل جدا يمكن عندك صوره انت اصلا شعرك كده ليه، شفتها وزي القمر بسم الله ما شاء الله يعني رحمه الله عليه، انت عامله كده ليه، وفكيتي بتحكي لي مره واثنين وثلاثه، وانا اروح المعهد واتكلم مع المديره واقول لهم يا جماعه ما تكلموش ايمان كده واسوق الموضوع، واقول له ايمان معلش يا امين دول مدرسين بيهزروا معاكي، وكنت بحاول يعني ان انا ايمان اخر السنه ليها وما كنتش عايزه مشاكل وعشان ما يسترصدوهاش، لان هم بصراحه سيئين جدا في الاسلوب والتعامل مع مش عايزه اقول لك لفظ يعني وحشين جدا جدا في التعامل مع البنات. لما واحده منهم كلمت حضرتك قبل كده وقالت لحضرتك انه ايمان وموجوده من ضمن شله مزعجه وبيعملوا مشاكل والكلام ده كله، ايمان ما بتعملش مشاكل ولا الشله بتعمل مشاكل. المشاكل كلها من المشرفات. طب تقول لي مشكله واحده تطلع على الهوا معايا كده وتقول لي مشكله واحده عملتها ايمان على كل اللي بيحصل؟ ايمان بتروح المهد تنادي ايمان في المكتب في اوضه لوحدها وتقعد يعني تنقد في ايمان. ايمان بتطلع تعيط لاصحابها، بس كانتش بتقول لي كل الكلام ده، يعني بتقول لي حاجه. هل ده كان بيحصل مع ايمان بس ولا بيحصل مع زميلاتها كمان؟ لا، هو اللي انا عرفته ان زميلتها بتشتموا اسوأ الشتيمه، بس اللي كانوا بينتقدوها بشكلها ايمان. هل حسيتي بانه ايمان يعني ما بقتش بتضحك قبل ما طبعا تعمل اللي عملته، بس حسيتي انها ما بقتش بتضحك، بقت دايما متضايقه مكتومه ما بتتكلمش؟ دايما متضايقه ما كانتش بتكلمني، رغم ان هي كانت تدخل البيت تهزر معايا تقول لي ايه يا ماما ايه يا حن مش عارف ايه، اقول لها يلا ايمان نطلع. ايمان خفيفه جدا جدا والمدينه كلها بتحبها والدنيا كلها بتحبها وشاطره وجدعه. ايمان جت في المراحل الاخيره تقفل الاوضه على نفسها، حسيت ان بنتي بتجي مني، بس انا ما كنتش يعني انا هم مش عارفه يعني انا ما كنتش عارفه ان هي هتوصل او وصلت للدرجه دي. ايمان كان عندها كام سنه الله يرحمها؟ 19، هتكمل 19 سنه في شهر 4. طيب مع اللي حضرتك حكيتيه لنا ده اكيد حضراتكم مش هتسكتوا، هل في اجراءات معينه هتاخدوها ضد المشرفات؟ طبعا طبعا. مش هسكت، ده انا لو سكتت هموت جنبها، ده انا اروح جنبها ولا اعيش في الدنيا بعد الشر ده. بس مش عشان حق ايمان كمان، انما عشان يعني ده مجهود مهم عشان نضمن انه ما يحصلش مفيش واحده من زميلات ايمان يتعرضوا لنفس الموضوع مره تانية، وعشان زميلات ايمان برضو، زميلات ايمان هم عيالي برضو. طبعا طبعا. حاج ام احمد يعني بنعزيكي مره تانية وبنعزي نفسنا الحقيقه. و طب انا اطلب طلب من حضرتك، تأمري. انا بناشد وزيره الصحه وبناشد وزير الداخليه والنائب العام ان يجيبوا لي حق ايمان، انا بناشدهم يجيبوا لي حق ايمان بالقانون، مش هي بلد القانون، يجيبوا لي حق ايمان بالقانون طبعا. والتسجيل اللي ايمان قالته، في تسجيل ايمان قالته، حضرتك معاك التسجيل؟ ايوه يا فندم موجود، واتذاع على قنوات كتير واتذاع على دي ام سي امبارح. ايمان في التسجيل واضحه جدا ان هي بتتهم المدرسه. يعني كلام ايمان واضح، وقالت في الاخر ان انا وصلت لحاله اكتئاب. نعم، فده يستخدم يعني كدليل ضد المشرفات لازم طبعا. طبعا طبعا دليل ضد المشرفه، حتى يعني انا مثلا كأم بقول ان هي جت قالت لي، ممكن الناس تصدقني وممكن الناس تقول دي بتتهم المدرسه عشان بنتها ماتت عايزه تتهم المدرسه. لا، ايمان تسجيل من فمها، اقسم بالله انا ما اعرف التسجيل ده ولا شفته من جاكلين صاحبتها وروان الا بعد ما ماتت بيتي، قالوا في دليل قوي هنرفع بيه قضيه ضد المشرفه. طبعا من فم ايمان، والله انا ما سمعت التسجيل بعد الا معلش يا أم أحمد، معلش يا أم أحمد. هي إيمان في مكان أحسن دلوقتي بإذن الله، ويعني شدي حيلك كده إن شاء الله، وحضرتك ماشية في إجراءات التقاضي مش كده؟ أيوه طبعًا ماشية بالإجراءات بإذن الله، بالتسجيل اللي إيمان بتوضحه، تسجيل صريح ما فيهوش أي كلام. تمام أم أحمد، بنعزيكي مرة تانية وبنعزي نفسنا وبنتمنى لك الصبر والسلوان، بشكرك شكرًا جزيلًا. وبشكرك على قبول انك تشاركي الناس الحكايه دي عشان يعرفوا التنمر بيعمل ايه وبيوصل الامور لحد فين. ارجوكم ارجوكم خلي بالكم من موضوع التنمر، لاحظوا لو في اي تغيرات على نفسيه على اولادكم وعلى بناتكم، لازم يعني ما تعدوهاش مرور الكرام.
وأما المتنمرين فحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وخصوصا في المشرفات. بضم صوتي لصوت أم أحمد والدة إيمان رحمة الله عليها، والمناجدة لدكتورة هلا زايد معهد الصحة، يعني ده محتاج وقفة كويسة جدا. المعهد الفني الصحي في الإسكندرية ده محتاج وقفة كويسة جدا من حضرتك، ومحتاج زيارة فورية عشان نشوف المجرمات، مش هقول المشرفات، اللي موجودين هناك. ونناشد السيد النائب العام طبعا انه اجراءات التقاضي اللي ماشيه فيها ام احمد بقى باذن الله يكون في اهتمام كبير بيها، والقضيه دي يكون في اهتمام كبير جدا بيها عشان يرجع الحق الايمان، وعشان يتم معاقبه المجرمات المسميات بالمشرفات، ونضمن الا يكون هناك ايمان اخرى، ضحيه اخرى بسبب التنمر في هذا المعهد.